بيت العنكبوت الذي نجده في كل مكان ليس مجرد فوضى من الخيوط كما نعتقد، بل إنها عملية دقيقة ومعقدة جدا. يقوم العنكبوت في أول الأمر بإفراز خيط حراري قوي على شكل نجمة حتى يكون كدعامة أساسية لبيته، ثم يضع خيوط معقدة ليضع عليها نوعا جديدا من الحرير، ثم يبدأ في التحرك نحو الوسط مفرزا خلفه خيوطا دائرية من الحرير مرن وشديد اللزوجة. وفي أثناء نسجه لهذا الحرير اللزج يبتلع الحرير المؤقت الذي نسجه قبل ذلك، ولزوجة هذا الحرير الذي نسجه وسط شبكته المعقدة يحمل تلك المادة اللزجة المهمة في عملية الصيد لاحقا. وقد نتساءل لماذا لا يعلق العنكبوت في هذا الفخ الذي نصبه. من عجائب خلق الله أن العنكبوت لديه مادة شمعية تغطي أرجله الثمانية بحيث لا يعلق في حريره اللزج هذا.